على رصيف شارع جمال بمدينة تعز، يواصل موظفو المحافظة اعتصامهم المفتوح للمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ أكثر من 10 أشهر. الموظفون ومنهم معلمون وصحيون وأكاديميون يرابطون أمام مكتب التربية بتعز في خطوة تصعيدية وصفت بالثورية للتنديد بتجاهل الشرعية لحقوقهم، مؤكدين أن انتصار الشرعية على الانقلاب يبدأ من تأمين لقمة العيش. ما نريد أن نتكلم به أن رسالة تعز، أننا ما زلنا في تعز، نؤكد على أن رسالة تعز إلى الشرعية هي أن الانتصار في المعركة يبدأ بتأمين لقمة العيش. كان الموظفون قد نصبوا خيامهم في ساحة أسموها ساحة الحقوق والحريات بعد 24 ساعة من الإضراب عن الطعام، وهي الساحة التي تشهد اعتصاما لليوم 9 على التوالي للمطالبة بتدخل الشرعية لحل أزمة المرتبات المتفاقمة. ويؤكد المعتصمون أن التعليم هو المتضرر الأكبر من قطاع الرواتب، حيث درس الطلاب بحسب تصريحاتهم شهرا واحدا من السنة الدراسية الماضية، بينما يتهم المحتجون الشرعية بتهميش القطاعين التربوي والصحي عن قصد. هذه هي بتكون ثالث سنة الطلاب فيها ينتقلون من صف إلى صف بمبادرات وبدراسة لا تزيد عن شهر واحد. لمن؟ لمصلحة من يقتل التعليم في تعز؟ يستنكر الموظفون المعتصمون تمييع قضيتهم، ويتساءلون عن سبب عرقلة صرف مرتباتهم رغم صدور توجيهات واضحة من الشرعية بصرفها. وبنظرهم فإن تعز يجب أن يكون لها وضع خاص كونها تدفع ضريبة وقوفها مع الشرعية. موظفي تعز وقفوا مع الشرعية وساندوها منذ البداية، وتحملت تعز الكثير من قصف وتشريد وحصار، وتحملت ما لم تتحمله أي محافظة. كنا نريد بالمقابل من قيادة الشرعية أن تراعي محافظة تعز، وأن يكون لمحافظة تعز حتى ولو كان في تقصير أن يكون لها وضع خاص ومميز. يهدد موظفو تعز بالإضراب عن الطعام في الأول من أكتوبر القادم، مطالبين المنظمات الدولية بالضغط على المجتمع الدولي للتدخل لإطلاق رواتبهم، بينما يتراكم شعور لدى أبناء تعز بأن محافظتهم تعاقب من 3 أطراف: الانقلاب بالقصف، والشرعية بالمرتبات، والتحالف بعرقلة تحرير المدينة.